استكمالا لإعلان مرشحي ولوائح لبنان القوي في الانتخابات النيابية المقبلة، أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والإصلاح في سن الفيلة دعم ترشح نائب رئيس المجلس النيابي السابق إلي الفرزلي في دائرة البقاع الغربي ورا شيا. نحن عندنا كامل الثقة إنه مع دولة الرئيس الفرزلي رح نربح بالعيش الواحد وبالموقف السياسي الواضح يلي بيعبر عن خصوصية هالمنطقة، خصوصية المكون يلي بيجي منه دولة الرئيس الفرزلي، وعن توجه التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح هونيك بنفس هذا السياق السياسي. إثبات الذات والتعبير عن الموقف السياسي بيجي هذا الموقف بشكل طبيعي بتأييدنا له، وطبعا نحن شايفين انه الربح رح يكون حليفه بانضمامه للتكتل السياسي اللي رح ينتج عن هذا الشيء. الفرزلي وإذ شكر لباسيل دعمه دعا أهالي البقاع الأوسط ورا شيا إلى التصويت بكثافة كي لا تكون هذه المنطقة حديقة خلفية أو ممرا لأحد. وإذا كنا قد حاول رئيس التيار الوطني الحر أن يخوض مفاوضات عسيرة في محاولة لصناعة تآلف على مستوى المنطقة، بالرغم لأن النية كانت منصرفة لكي ندعو إلى المعركة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يكون الذي بيننا وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لم نوفق. لذلك كان هذا المدى من الوقت الذي أعطي من أجل أن نعود لنلتزم بالمسيرة مجددا وبرئاسة وتكتل التغيير والإصلاح من أجل تحقيق هذه الأهداف. وأعلن باسيل دعمه مرشح التيار الوطني الحر توني ماروني في لائحة قرار الشعب في دائرة طرابلس المنيا الضمنية، ودعم المرشح وسام الحاج في لائحة معا نحو التغيير في دائرة صور قرى صيدا. وأعلن باسيل أيضا دعم التيار الوطني الحر للائحة الجنوب يستحق برئاسة مرهف رمضان في دائرة النبطية بنت جبيل مرجعيون وحصبية.